لابد وتعصموا لابد. إذن كما جاء في الكلمة اللي سمعتوا هذه الوقفة هذه الرمزية والإنذارية كتجي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل اللائق من أجل إثارة الانتباه حول وضعية ديال مجموعة ديال الإخوان اللي كيمثلوا تقريبا 50% حاليا من الشغيلة ديال القناة الثانية اللي كيعيشوا وضعية هشاشة لمدة تقريبا 10 سنوات. هناك زملائنا اللي تقريبا 10 سنين وهما كيعيشوا هذه الوضعية هذه، وهذه الوضعية غير مفهومة خاصة أن ترسيمهم ما كيكلفش كثيرا لا الدولة ولا القناة بالمقابل بالرهانات اللي مطروحة على الإعلام الوطني كقوة ناعمة وبالدور اللي كتقوم به القناة الثانية واللي بيناته في محطات وطنية متعددة خلال فترة الجائحة بان الدور ديال الإعلام الوطني هو الصلب ديال القناة الثانية وكذلك في الفترة ديال الزلزال. ما تفوتناش هاد المناسبة باش نحييو الإخوان ديالنا سواء مقدمي الأخبار سواء المراسلين اللي كيتواجدوا في مختلف المكاتب سواء المهنيين على العمل الرائع اللي قاموا به من أجل إيصال الخبر للمواطنين حول الظروف اللي كانوا كيعيشوها الإخوان ديالنا اللي في الأقاليم اللي عرفت الزلزال. إذن هذه الوقفة هذه كتجي من أجل إثارة الانتباه حول الوضعية ديال هاد الإخوان ديالنا ومن أجل التسريع بإدماجهم من أجل أن يتوفر لهم شغل لائق. وكما قلت بأن يعني الظروف ديال القناة بالنسبة لنا احنا تسمح خاصة أن المعدل العمري للمستخدمين ديال القناة الثانية تقريبا واحد العدد كيخرج للتقاعد، يعني غير تعويض ديال الناس اللي كيمشيو للتقاعد راه ممكن في بلاصتهم نعوض من يتم إدماج هاد الناس هادو وما غيتكلف حتى شي حاجة للقناة. إذا هاد الإصرار على أساس أن هاد الناس هادو يبقاو في هاد الوضعية هادي بالنسبة لنا احنا غير مفهومة. كذلك حنايا كيعيش القطب العمومي واحد التحول واحد الهيكله اللي حنايا صفقنا لها منذ البدايه لان كنتصوروا بان الدوله المغربيه خص يكون عندها اعلام عمومي قوي اللي يكون هو الواجهه اللي عبروا كان الدولة كتعبر على رأيها وكتقدر أنها تواصل مع سواء مع الشعب سواء مع المشاهد سواء محليا أو دوليا. إذن هيكلة ديال هذا القطب كنعتبروا بأن القناة الثانية كتعتبر من الأسس أو العمود الفقري ديال اللي غيكون في هذا القطب. إذن هذه العملية هذه ما كاينش الإشراك لا ديال المهنيين ولا ديال الممثلين ديالهم كما ينص على ذلك القانون.